هي أول ردة فعل شعبية ورسمية تحدث في اليمن احتجاجا على قرار التحالف العربي بإغلاق المنافذ اليمنية. آلاف من المواطنين توافدوا إلى شارع الستين جنوب العاصمة للتنديد بالقرار. خرجنا اليوم لندد ونشجب هذا القرار المتعجرف الذي سطر من الشاب المتعجرف، لنقول للعالم لماذا صامتين عن قتل اليمنيين، ولماذا صامتين عن ضربنا، نضرب بالطيران، نضرب من الجو، من البحر، من كل مكان، لم نحصل حتى على شجب أو تنديد أو حتى رسالة إلى المملكة وإلى حليفاتها لماذا هذا التطنيش لقضيتنا. تظاهرة دعت لها حركة أنصار الله وحزب صالح طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها حيال ما يتعرض له اليمنيين من حصار وتجويع وفقا لبيان صادر عنها. أن يكون هناك صحوة ضمير لدى أحرار العالم ودول العالم وأيضا المنظمات الدولية التي تتشدك بالحرص على الديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن يقفوا وأن يكون هناك صوت واحد، وأن بالضغط باتجاه اتخاذ قرارات دولية ملزمة لإيقاف العدوان ورفع الحصار. المجاعة والحصار. هتافات حماسية ويافضات تضمنت عبارات مختلفة وحضورا للسلطات الحوثيين، ذلك ما حظت به هذه الفعالية، فهل ستكون الأخيرة أم إنها بداية للمسيرات المطالبة بفتح المنافذ اليمنية؟ الجدير بالإشارة أن هذه المسيرة جاءت في ظرف حساس يتجه اليمن نحو أزمات أشد، الأمر الذي جعل القوى السياسية توحد موقفها في الدعوة لهذه المظاهرات. إياد الموسمي، روداو، صنعاء.